السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الكل. انتم اللي قاعدين تتفرجوا فينا في حلقة جديدة من حلقة كوزينتنا، هكا نقول لكم صحة رمضانكم. حلقة أخرى مع شيف نصر الدين، أكيد كالعادة اللي مولف لكم بأطباق بزاف بنينة وخفيفة وصحية. نروحوا مع بعض عفوا نشوفوا واش حضرنا نصر الدين. أهلا أختي رزيقة. أزرف الله. أزرف الله. صافا؟ الحمد لله. صحة رمضانك. صحة رمضانك. كالعادة واش حضرت لنا اليوم شيف؟ اليوم عندنا إن شاء الله شربة تاع لي كروفات. شربات على الكروفات، على بالك لي كروفات غاليين شيف، بصح معليش ساعات نصرفوا شوية. والطبق الرئيسي عندنا إن شاء الله الروز بسيبيا. الروز بسيبيا. نعم. وعندنا نحليوها إن شاء الله ربي حنايا ماتنا إن شاء الله، عندنا لي بروشات دو فروي على الطريقة الآسيوية. لي بروشات أزياتيك. أزياتيك نعم. دونك المنيو تاع اليوم تاع الحوت. تاع الحوت نعم. اكيد المنيو تاع اليوم ما يجي بزاف بنين وصحي، على بها ديما نقول لكم ونعاود لكم لازم كل يوم تتفرجوا في كوزينتنا هكا على قناه نسمه باش تفرحوا عائلتكم وتنوعوا الاطباق نتاعكم طيله هذا الشهر رمضان. نروحوا نشوفوا لي زانغريديون اللي نسحقوهم في لونطري نتاع اليوم اللي هي لا سوب بالكروفات. هادو هما لي زانغريديون اللي نسحقوهم في لا سوب نتاع حلقه اليوم اللي هي لا سوب بالكروفات. واش نسحقوا شيف؟ نسحقوا ان شاء الله الكروفات، نكونوا لقيناهم ونحيناهم كامل القشور الاخت رزيقه. عندنا ورقه تاع الرند، شويه رند، عندنا طماطيش مصبره، عندنا شويه نعناع مع لافان نعناع يابس. نعم. عندنا ثوم، عندنا كمون وكرويه. وكرويه وطماطيش. عندنا طماطيش حبه كبيره رابي. وعندنا بيان سول اسمهم لي نوي نتاعنا، رامن اللي خمم علينا ودرنا لي نوي هذوما اللي هما بزاف بزاف اخفاف، وكاين تاع الخضره وكاين تاع الكروفات وكاين تاع اللحم وكاين تاع الدجاج وكاين تاع جبن. دونك عليكم غير على لي نوي نتاع رامن، سورتو في رمضان هما بزاف خفاف وسهلين للتحضير. دونك اليوم نستعملوا هذه تاع فخوي دماء تاع كروفات. نعم. عندنا ملح في الكحل وعندنا باش اكيد المارغارين نتاع اللي ما يخطيناش من الكوزينه صول نتاعنا صول العزيزه، اللي هذه صول جديده اللي عملها تلقاو فيها تيكيه هكايا حمراء غير مهدرجه. نعاود نقول لكم هذه صول اول مارغارين في الجزائر، اول مارغارين اللي هي غير مهدرجه وخفيفه وبنينه، اكيد حتزيد لنا البنه في لاسوب نتاعنا ونسحقوها في الحلو وفي المالح. هيا شاف نبداو المالا، هي سوب سهلة ما تاخذناش بزاف الوقت. نعم. وسورتو بنينة. نحطو القدرة نتاعنا، شعلنا الفرنو بيان سور، الفرنو نتاعي اللي ما نستغناش عليه من جودة عالية وبسومة معقولة اللي هو الفرنو نتاعنا كوندور. كاين أنواع وأشكال، كاين كبير وكاين صغير، أنتي والحجم نتاعك تاع الكوزينة تاعك واللون اللي تحبيه. عندنا مارغارين، مارغارين تاعنا راهي سهلة على خاطر هي بزاف خفيفة وكما تذوب بالخف. ذوب بيان أخت رزيقة. عندي ثوم. نبداو بالثوم، هي الكروفات يحبوا الثوم. نعم. عندي ورقة كبيرة ولا زوج ورقات صغار تاع الرند. عندي كمون بيان سور، الحوت يحب الكمون. شحال راهم يديروا الكروفات شاف؟ 200 دينار الكيلو. عندي كرويه شويه، دونك لي عايله كبيره يشري واحد 2 كيلو. راسيلو في 400 تاع بيجي تاع سمانه. عندنا طوماط، طماطيش تونسي يقولوا لها طماطم. نعم. نخدموها مليح الاخت رزيقه، ندير لها شويه تاع نعناع خاطر مع الاخر نزيد لها شويه تاع نعناع. نعناع يابس ونخليو كلش يتقلى مع لي زيبيس اللي درناهم مع لا مارغارين. عندي شويه تاع فلفل كحل وشويه ملح، وشويه تاع الملح على حساب الذوق تاع الناس. هي تجي حمراء. نعم. في رمضان نحاولوا نوعوا كل مره، ما نديروش بزاف لي صوص طوماط، كل حاجه مرقه حمر مرقه حمراء. دونك الشيف كالعاده كل مره ينوع لنا، مره مرقه بيضاء ومره مرقه حمراء. هذه ما نرحيوهاش. ما نرحيوهاش.
ونمرقوا ديما بالماء سخون ما نمرقوش بالماء بارد. انا غليت ديما الماء في الثيرموس نتاعنا كوندا اللي ما ياخذش بزاف الوقت كلك سكون والماء نتاعنا غلى نمرق شويه الاخت رزيقه ما نديروش بزاف الماء وغير تغلينا اخت رزيقه نرمي الكريفات ديالنا خاطر نعرف البي كريفات ما فيهمش ما ياخذوش بزاف الوقت وما الكريفات نقيوهم ونحيو لهم القشره ونقدروا ثاني شاف كاين اللي يحبوا يرحيوها كيما سوب دو بواسون لا لا هذيك بعد عندنا طريق ان شاء الله هذه الطريقه نتاعي انا خاطر دو بريفيرونس كي ناكلوا لا كريفات وقت رزيقه سما نحسوا لها باللي رانا ناكلوا ساعات نرحيها دونك تغلينا هذا ما كان كاين اللي يحب يزيد لها الاخت رزيقه مع الاخر الروز ولا حنايا عندنا كي عندنا لي نوي تاعنا نديروا لها شويه تاع في الاخر كي يطيبوا شويه الكريفات في الاخر نرميو لي نوي نتاعنا كيما قلت لي نوي نتاعنا كلك سكوند برك شيف وهما حاضرين وسورتو يجيو بزاف خفاف واكيد بنان دونك يعطيه الصحه رمان اللي خمم علينا ودرنا هذا غلتنا اخت رزيقه نعملها طوماطيش طوماطيش كونسير مغرفة كبيرة تاع ماكلة ونحضر لك نحلك واحدة شاف بوات أنا عمه قطعيه صغير أخت رزيقة نفتتهم أنا عمه كتشمي الريحة ريحة الكروفيت كيفاش ما نشمهمش شاف وتلقاو ديما داخل الساشي تاع لي نوي تلقاو ان بيتي ساشي داخل فيه لي زيبيس الفاح لاي لوغو اللي تحبوه هذايا تاع الكروفيت نفتتوهم هكا شويه صغار وباش تزيد لا سوب تاعنا تثقل تكثر شويه وكي العاده لو بابي نتاعنا وفاء اللي خمم علينا درنا مجموعه كبيره من الاوراق اللي نسحقوهم في الكوزينه عندنا هذوما اللي تلقاوهم شابين تقدروا تحطوهم في الطابله تاع الفطور تزينوا بهم الطابله وعندنا هذوما لي بواط شابين تلقاو الالوان اللي تحبوهم كاين اصفر وكاين اورانج كاين خضر شابين تقدروا تحطوهم حتى في الطابله وكل مره نحاولوا نوري لكم نستعملوا الالوان شابين شاف شابين الله يبارك ومليح يشربوا لي دام يشربوا لي دام وحنا نجربوهم نخدموا بهم يعني الله يبارك نعمل بريزونطابل تقدر تحطهم في الطاوله بريزونطابل يشوفوا الطابله نتاعكم دونك نقولوا الوفاء يعطيه الصحه اللي خمم علينا ودرنا هذه المجموعه ما في المينيو تاعو تاع الالومنيوم كاين الورقه الالومنيوم كاين لو بابي فيلم وكاين البابي كويسون وكاين لي بواط بيان سور لي بواط الومنيوم شربة تاعنا اخت رزيقه نشوف لاكريفات واحد الريحه ما نحكي لكمش طيب نرمي لي نوي تاعي ما تخلوهمش بزاف يطيبوا واكيد ما نساوش لو بتي ساشي اللي نلقاوه في الداخل هذا اللي راح يزيد لكم البنه دي زيبيس حتى كان ما عندكمش الكروفات في الدار هذوما وحدهم تحط لو بتي ساشي اللي تلقاوه في الداخل يعطي لكم اللوغو نتاع الكروفات يغليو غير غليه اخت رزيقه سي بون سي بون باسكو يزيدوا لا سوب سخونه دونك يزيدوا واش رايكم في لا سوب نتاع اليوم اكيد عجبتكم وبزاف بنينه ما نحكي لكم وما تاخذش بزاف الوقت الريحه برك راني ضغط الوغ لا كنزيد ندوقها شاف نشوفوا لي زانغريديون اللي يسحقوهم في الطبق الرئيسي نتاع اليوم اللي هو ان شاء الله الروز بسيبيا ان شاء الله نشوفوا مع بعض سيبيا بالروز اللي هو الطبق الرئيسي اللي خيره الشيف لحلقة اليوم كما نعرفوا كاين بزاف ناس يحبوا هذا الطبق سيبيا وفي الأغلبية نحبوا ناكلوه برا في المطاعم بصح اليوم باش توليو من اليوم ديروه في الدار نوري لكم طريقة التحضير هذا سيبيا بالروز شيف واش نسحقوا عندنا سيبيا يكونوا غسلناها ونظفناها مليح في تونس يقولوا لها سوبيا سوبيا نعم ما نرميولهاش هذه الاخت رزيقه باش نديروها مع الروز هذه جديده وشنو هذه هذه العظمه ديالها تاع السوبيا تاع السيبيا
عندنا راسها نقيوها بيان. ناخذوا دي مورسو هكا ونقيوهم مليح. عندي روز شويه روز، عندي توم، بصل، طوماطيش، عندي كمون بيان سور، عندي هيل، عندي شويه تاع زعفران. الهيل 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 توجور يتبع الروز الاخت الازرق. اها عندي شويه تاع زعفران، وعندي فلفل الكحل. زعفران نديرو زعفران تاع الشعره. نعم. والملح، ورقه تاع الرند، معدنوس، والصول بيان. واكيد صول نتاعنا لي صول جديده، اول مارغرين في الجزائر صول غير مهدرج. نبداو بسم الله. نبداو بالروز الاخت الازرقه. نحطوا لا مارغرين في بلاصه الزيت، نحاولوا نتفاداو الزيت وخاصه البنه، بصل تعطي بنه واحده اخرى. وعندي الروز ما نغليوهش، نحطوه هكاك ما يتحرقش. دوك شوفك شنو نديروا له اخت الازرقه. نبداو نحمصوا فيه، ندو فيه ونجيبو بالمارغرين مليح. على خاطر مش بالزيت، بالمارغرين ما يتحرق لكمش. ويتحمر اللون تاعو يكون مليح. راهو تحمص لنا مليح الاخت الازرقه. ندير عندنا كاس تاع الروز. ايه في زوج كيسان تاع الماء. الكاس تاع الروز زوج كيسان برك تاع الماء، على خاطر لو كان تكثروا الماء يولي الروز يتعجن. بارك الله فيك. شفت كيفاش نعرف؟ يعطيك الصحة. عندنا الرند اخت الازرقه، ورقة رند، عندنا زوج حبات ولا ثلاثة تاع الهيل. كل ما نديروا الروز الهيل لازم نحطوا شوية. نعم. عندنا شوية تاع الزعفران تاع الورقة. فلفل الكحل. شوية فلفل الكحل. ونمرق بالماء. ومرقوا بالماء سخون كالعادة. واش لي ندير هذيك العظمه تاع اها هذيك اللي راح تزيد البنة لاصوص، وهذو ما نخليوهم، وهذو ما نحب نديرهم خاطر بعد هذيك نفرسيو بهم الاخت الازرقه. ما نقطعوهمش صغار، ما نقطعوهمش، نرميهم هكاك. ونخليو على نار هاديه يطيب شويه. هذا ما كان نعرف الروز تاعي بلي طاب كي ينشف من الماء، النار قليله الاخت الازرقه، وما يتنحرقليش، ما يجينيش يابس، ينشف لي من الماء كامل ونعرفوا بلي طاب. ما يجيش يابس وما يجيش بعد جد. تما كي ندير كاس بزوج كيسان تاع الماء يجي جوست يجي كيما الطعام، حبه بحبه. بارك الله فيك. وليزانغيديون اللي قعدوا بسم الله تعالى صوص حنبداوهم دوك ان شاء الله. هذاك نحطوه يطيب وحده، دوك نبداو نديروا لاصوص. نعم. لاصوص اكيد نسحقوا فيها طوماطيش، مش كونسونتخي، طوماطيش رحيناها، طماطم. بسم الله. الحاجه الاولانيه اخت الازرقه نبدا فيها لا مارغرين. نحطوا لا مارغرين نتاعنا، صول، نحط ثوم والبصل. لاصوص نحطوا مارغرين، نحطوا الثوم وشويه بصل. شويه تاع معدنوس. ورقه رند. لا لا ورقه تاع الرند. بارك الله فيك. ما تخافش شاف كي تنسى حاجة، المساعد نتاعك راهي هنا باش تفكرك. نقليوه بيا الأخت الأزرقة، ومن بعد ندير لها طوماطيش كونسونتخي. هذيك ماشي كونسونتخي شاف. كوت. صح. غلبك رمضان. صح. مازال. ندير لها شوية تاع الملح. وندير لها شوية تاع بيان سور الكمون. كمون. وشويه فلفل كحل. وشويه تاع فلفل الكحل كالعاده، ديما كي نقولوا الملح لازم يتبعوا الفلفل الكحل. اللي يحبها حاره شاف يقدر يدير الهريسه. نعم. تاكل الحار الاخت الازرقه. ناكل الحار. تعلمت في تونس الحار خاصه بالهريسه العربي، باش نقول لكم. واحد البنه نحب هريسه عربي. ولا في كل طبق نحط فلفله واحده حاره ونرميها في لاصوص. بنينه. نمرقوا شويه بالماء اخت الازرقه.
نمرقوا بالماء الماء سخون اللي ديما تحطوا الترموس نتاعكم اللي يسخن الماء قدام الفرن نتاعكم باش هكا كي طيبوا ولا تقليوا تمتم تمرقوا بالماء السخون. الرز قريب يطيب والعصاص نخليوها تطيب بعقلها، وهذا ما فهمتش واش نديروا لهم. هذوما الاخت رزيقه نطفوهم مليح، مور ما نطفوهم يكونوا محلولين، نحكم ان كيردون. ايه. ونغلقوهم بعد باش تشوفوا كيفاش نديروهم. هما يجيو محلولين، نشدوا ان كيردون، نغلقوهم باش ما يتحلوناش. من الداخل بارك الله فيك. ومن بعد وقتاش نديروهم؟ نعم، دوك غير يطيب لي الرز ديالي وطيب لي العصاص يدخلها طيب تاع السمو. لازم نفرسيهم بالرز هذاك اوكي نفرسيوهم ونرميهم في لاصوص في لاصوص نعم نعم بالي نخلطوا هكا كل الشروز لا 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 اختي رزيقه لا لا داكور هذه طريقه مليحه نخليوها طيب على نار قليله ونشوفوا ان شاء الله من بعد هذيك لا بريباراسيون الاخت رزيقه نستناو الرز نتاعنا يطيب ولاصوص نتاعنا يطيب ونشوفوا مع بعض التشكيليه الاخرانيه نتاع هذا الطبق. نكملوا الطبق نتاعنا اللي هو سيبيا بالروز بعد ما خلينا الروز طاب ولاصوص طابت قعدوا هذوما شاف كيفاش باش نعملوا نضفيو على الروز الاخت رزيقه شوفي الشرب الروز يجيكم هكذايا ما يجيش يابس وما يجيش معجن ولونه اصفر على خاطر حطينا زعفران تاع الشعره نحي هذوما الاخت رزيقه نحيوا العظم نحي الرند اللي درناه نحي الرند وعندي هذوك تاع الكريفي تاع استغفر الله تاع سيبيا تاع سيبيا نقطعوهم شاف انا ما دوك نقطعوهم اخت رزيقه وتشوفي كيفاش نستعملوا وهذوك باش نزينوا بهم نخلطوهم مع الرز انا ما على بها فهمت دوكا شاف على بها حطيناهم هكاك دي مورسو كبار باش ساهلين نحيوهم نعاودو نقطعوهم صغار على خاطر كان قطعناهم من ما يبانوش يتبحروا بارك الله فيك ندير لها شويه تاع معدنوس شويه معدنوس شويه تاع الثوم شويه ثوم شويه تاع كمون وشويه تاع فلفل كحل فلفل كحل وشويه ملح والملح بيان سور يعطيك الصحه الاخت رزيقه نخلطوه بيان الثوم هذاك مع لافارس كاين اللي يحب يزيد لها شويه تاع الرز تاعها باش لافارس تشد مليح بارك الله فيك نخلطوا كلش ومن بعد نعمروا هذوما ومن بعد نحكم السيبيا تاعي نعطي لك شاف وين تحطهم نحي لك هذه خلاص نعم نعمرهم بيان اخت رزيقه صدقيني بنينه بزاف خفيفه اخت رزيقه وهي ستون غوسات ميتيل خفيفه وبنينه وسهله انا في الاول عم بالي تاخذ الوقت نقدر هنايا نحكم ان كيردون لاصوص نتفقد لاصوص تكون خلاص طيب بيان دوك ندير نطفي لها شاف ولا تزيد دوك طيب تما طيب لي واحد خمس دقائق غلبني رمضان انا نشوفهم مازالهم نيين مازال ماشي طايبين وانا نقول نطفي لاصوص ها عندي نغلقوهم بان كوردون باش ما يتحلوش باش لافارس تقعد للداخل ونديروهم لازم تجربوا هذا الطبق على خاطر بزاف بنين وخاصة صحي هنا طيب لي اخت رزيقه واحد خمسه حتى خمس دقائق هكا عشر دقائق نعم ومن بعد الروز شاف الروز سي بون طاب ما تشوفوا طريقه دريساج ديالنا ان شاء الله وهذا اللي قعدت شويه اللي قعد لي شاف ما راحش نرميه تقدري ديريه مع الروز اخت رزيقه ولا تقدري هذا نزيد نخليه نغطيه كل حاجه تقعد لكم غطيوه بالورق نتاعنا ورق وفاء ورق فيلم وحطوه في الفريجيدير نتاعنا كوندون دونك كلش طايب كملنا الطبق الرئيسي نتاعنا ومازال الدغيساج نتاعو تشوفوهم بعد نتعداو مباشره نشوفوا لي زانغيديون اللي نسحقوهم في لو ديسير نتاع حلقه اليوم اللي هو لي بروشيت ازياتيك ان شاء الله
لي بروشيت ازياتيك اللي هما يجيو بالغله شيف لي فروي وقت لي فروي دونك نستغلو كل مره كيفاش ناكلوهم لي فروي نتاعنا. اليوم شيف عنده طريقه تاع لي بروشيت ماشي لي بروشيت تاع اللحم لي بروشيت تاع لي فروي واش نسحقو شيف؟ عندنا بطيخ بطيخ وقته بطيخ عندنا تفاح عندنا كاس صغير تاع جو دورونج عندنا الكيوي يكون يابس الكيوي الحبات الكيوي ما يكونوش طايبين بزاف عندنا بنان لاناناس والدريساج عندنا سكر عندنا عسل عندنا كانيل اون باتوني القرفه وبيان سور لا مارغارين نتاعنا اوميغالين عندنا هاد لا بواط اورانج تلقاوها بالملح وكاين لا بواط هذه بلو تلقاوها سون سيل لا مارغارين هذه اوميغالين اللي نعرفوها بزاف بزاف خفيفه ومليحه وطبيعيه 100% حتى الناس اللي عندهم كوليسترول ما يحبوش ياكلوا لا مارغارين هذه ما عندك ما تخاف منها. شاف نستعملوا هذه اليوم ولا نستعملوا سون سيل؟ سون سيل نعم نجيب لك لا بلو لا بلو نعم نبداو بسم الله استعملوا هذه نبداو شاف نبداو بسم الله بسم الله نبداو نبريباريو الاخت رزيقه نبداو الكراميل نسحقوا الكراميل نتاعنا سكر بسم الله واش نسحقوا في الكراميل عندي سكر عندي العود تاع القرفه شوفي كشي تكون هاد لي بروشيت ما تسحقش شاف مزهر نسحقوا المزهر بعدين ان شاء الله هذاك في الاخر في الاخر نعم نخليو السكر حتى فوق نار قليلة يذوب شوية بدأت تقشري الخضرة الرقيقة الفاكهة نقشروا الفاكهة ونتوندون نستناو السكر نتاعنا نقشر لك الكيوي الكيوي سدس در غوري روريا سدس در غوري روريا سدس در غوري روريا أسدس درغوري ولما ذي المنام آه ذي المنام آه ذي المنام الروحي أثى عزيز ديوا أي لا 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 هكا شاف طري بيان التفاح نعرفوا بلي كي نقشروه يكحل حنا نكملوا القشور تاعو الأخت رزيقة نحكوه بالقارص كي نقشروا الحبة التفاح باش ما تكحلش نحكوها بشويه قارص حتى ماشي غير التفاح شاف لافخيز ونعصر عليها شويه قارص باش ما يوليش اكسيد حتى سالاد دو فروي نعصر عليها القارص باش يقعدوا لي فروي هكا شويه مزهر شويه مزهر شويه مزهر وشويه اللي يحب يدير مزهر واللي يحب يستعمل لو سيرو نتاعنا لو سيرو السفره اللي خدم علينا درنا لي سيرو هذوما تلقى ذوق اللي تحبوا كاين فخاز وكاين النعناع كاين غرنادين وكاين لو سيترون شافوا بعد نقدروا نستعملوه ولا ما استعملناش انتم في الدار اللي تحبوا استعملوه الحاجه اللي فيه مليح ماشي حلو بزاف كيما السيرو اللي نعرفوه شاف وخفيف حتى الناس اللي ما ياكلوش السكر تقدروا تستعملوا هذا والنكهه نتاعو بنا على بنا شاف بالك السكر راهو بدا يذوب حبيت نعمل له خلزيقه ما نزيدوا له حتى حاجه شاف لازم وحده وعلى النار هادية قليلة باش السكر ما يتحرقش وما ننساش النار نتاع الفرن نتاعنا كوندا هي نارها نار تاع الفرن نتاعنا مليحة وما تحرقش خاصة ما تحرقش المواعن أخت رزيقة دابت الكامل كل مرة تحب ديما احنا نسا شاف نحبيو المواعن نتاعنا يقعدوا ملاح يقعدوا جدد باش هكا كاين بزاف ناس في رمضان ما فهمتش علاش يحبوا كل رمضان ينوعوا يشريوا المواعن جدد صح نقدروا يقول لكم نهار وبركه عندي غير فاتع الزيت حطوا مارغارين لا مارغارين نتاعنا موراها خيرنا هذه السونسيل بلا الملح هي خفيفه وصحيه وطبيعيه 100% نحط كاس تاع جو تاع جو دورانج نايم
نعاودو حطينا السكر وحطينا شويه جو دورانج وحطينا لا مارغارين اوميغالي. تري بيان. نرمي العود تاع القرفه. العود قرفه. اختي العزيزه قاطعني شويه مزهر. باش نعطي لك شيف؟ شويه مزهر. اوليك شيف. الماء زهر نتاعنا ما زهر السفره اللي هو ما زهر خفيف. نديرو قيس فنجان. نحلو برك بالعقل هذا الكراميل اختي العزيزه. تحلوه بالماء زهر نتاعكم السفره. هذاك نعاونك شيف. نبداو هنا نعمرو في لي بروشيت ديالنا. نسيسو عليه الكراميل. واحد الريحه. شفتيهم هذوما الاخت رزيقه ولا عمرك؟ لا لا بصراحه شاف ما درتهمش هكا بالكراميل. نديرهم دي بروشيت ونعسلهم بالعسل ولا بلو سيغو نتاعنا وناكلهم. دونك هذه الخطره راح ندير لكم هذه الطريقه. نحيهم فوق النار اخت رزيقه. سي عندي مرسوات يكونوا شويه كبار. نحاولوا ناخذوا لا بانان اللي ما تكونش طايبه بزاف شاف. بارك الله فيك. عندي تفاح. عندي وحده تاع التفاح. نعطيك هذو شاف كاين. نديرو صغار ونديرو كبار. هاك شاف نقص شويه الموعن. تحبي تعمري معنا؟ عمري معنا اختي رزيقه. انا ندير هادو بس شويه كبار. كبار دونك نبداو. وهكا يزيدوا يشهيوك باش تاكلهم خير من اللي ناكلوا لي فروي هكاك وحدهم. لا لا عمرنا ما كلينا الفروي شغل طايبين في الكراميل اختي رزيقه. ناكلوا غير صلاه فروي. صلاه فروي هذه طريقه بنا باينه بلي تكون مليحه. هكا شاف مانيش غلطان. يعطيك تزيدي في الكيوي. نحيو هنايا العود تاع القرفه اختي رزيقه. اه نكمل لك هذوما. بارك الله فيك. هذوما شاف يكفيونا. لا لا احنا اي طبيعي نحلو مليح الاخت رزيقه. ولا شفتوا الكراميل وهكا يبسلكم شويه نعاودوا نحطوه فوق النار ونحركوه باش يذوب مليح. نحطوا لي فروي تاعنا في الكراميل. شحال يطيبوا؟ ما يطيبوش اخت رزيقه، ما يشربوا غير الكراميل هكذا. مي با 5 مينوت. اه نسيت عن بالي البروش تاع اللحم. قولوا شحال يطيبوا؟ شوفي جست نحطوه بكلك كلك مينوت. تري بيان. فوالا نقص الماعن باش قريب يأذن شيف باش نحضروا طبله. لا لا عاوني في الماعن من بعد مور السهره. كي نشوف مسلسل سيدتي العزيزه تغسل الماعن. حاوليك هادي خلاص. نحط كلش في الفريجيدير نتاعنا كوندور اللي خمم علينا هذا العام. كوندور دار مجموعه من لي روبو اللي راكم تشوفوا حطيتهم كاع في كوزينتي زينت بهم. درنا لو بيترين، درنا لي روبو اللي تقدروا ترحيو به الخضره ولي روبو تاع لي فروي تاني شاف. المره الجايه باش نعملوا لكم في الروبو تاع كوندور كامل لي فروي ترحيهم وتعملوا جو دو فروي ناتشورال. شاف غير دريساج ان شاء الله. حط لك وين تحطهم. نعم حاجه اللي شابه فيها لي كولال اختي رزيقه. صح اكيد انتم اللي تبعتوا حلقه اليوم كوزينتنا هكا باش تجربوا هاد لي بروشيت على خاطر بزاف بنان. ديجا المنظر نتاعهم يشهي. ولا نزيد نحط فوقهم شويه عسل. العسل اختي رزيقه نحطوه. والعسل اللي يزيد يعطي لهم بريونس. بارك الله فيك. يعطيك الصحه اختي رزيقه.
وندير لهم ورقه نعناع ولا حتى انا لازم نحط لاطوش نتاعي بيان سيغ. اللي يحب يكثر يدير بزاف سي با. يعطيك الصحه. واش رايكم في لي بروشيت نتاع اليوم؟ لازم تجربوهم على خاطر بزاف بنان شاف وخفاف. برافو يعطيك الصحه كالعاده. كل حلقات متاعنا بانواع واطباق نتاعك الخفيفه والشهيه. وانا